أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم ذكرى ولادة عقيلة الطالبيين الصديقة الصغرى زينب بنت علي عليهما السلام. خاطبت السيدة زينب يزيد بن معاوية بالقول: فكر كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. هذه الفقرة المشهورة والمعروفة وخطابات السيدة زينب عليه السلام لخطابات أمها الزهراء، يعني التاريخ ما نقل لنا الشيء الكثير، ولكن هذا الشيء القليل الذي نقل سواء عن السيدة الزهراء أو ابنتها زينب بنت علي عليه السلام، هذا الشيء القليل كان كافيا لأن يحدد الحدود ويضع التفاصيل ويكشف كل الزيف والادعاءات في الطرف المقابل. يعني كانت هناك مهمة في غاية الخطورة تسننتها السيدة زينب عليه السلام فيما يسمى اليوم في مصطلحنا الحديث بمواجهة الحرب النفسية. الحرب الانتصار فيها يكون في عدة محاور، ودائما الحرب التي يخوضها الإنسان بمعيار الحق الظالم لابد في هذه الحرب ينتصر بالمعيار العسكري، لأن إذا ما انتصر بالمعيار العسكري كيف يظلم؟ يعني الظالم إذا أراد أن يتحرك ويشن حرب على شخص هو في موقع الحق، هذا الذي هو في موقع الحق الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة بحيث يمنع الظالم من ظلمه، حينئذ ما يتحقق أصل عنوان الظالم. ولذلك الباري عز وجل بين إلينا في سنة أخذ الظالم لما يأخذه بعد ذلك أخذ عزيز المقتدر، أول شيء يعطيه فرصة مثل ما يقول القانونيون أن أول شيء خلص ارتكاب جريمة حتى يصدق أنه في جرم، بعد ذلك أيضا الله عز وجل ما يأخذ هذا الظالم أخذ عزيز المقتدر، بعد يقول في مرحلة ثانية وهي المرحلة اللي يسميها القرآن الكريم الإمهال الاستدراج تزيين العمل إليهم، يخليه مرحلة من المراحل إلى أن يطلع على ولدنا كل القذارة والوساخة اللي موجودة في داخله. كل وساخة، يعني ماذا موجود؟ شيء من الوساخة رب العالمين ما بينزل العذاب. ليش؟ لأن يريد يقيم عليه تمام الحجة. المظلوم أيضا كل شيء طيب في داخله لابد أيضا يطلع، ولذلك أيضا المظلوم رب العالمين ما يكسر بمجرد أن يبتليه بما وقع عليه من مظالم، مو أنه مجرد ما هذا المظلوم سجن عذب قتل مباشرة الله سبحانه وتعالى يأخذ إليه الحق وينتقم إليه، لا، لابد أول شيء تمر مرحلة صبر، إنك تصبر وتتحمل وشوف الله عز وجل صدقك في الإيمان، إنك صادق. لو إحنا كنا نتوقع نقول بأنه سوى حركة إصلاحية أو تغييرية أو سميها ما شئت ثورية، إن اليوم تصير الثورة باكر يصير الانتصار مثل ما صار عند غيرنا، إذا خير مو باكر أبو شهر
دخل ما معه شهر عنه سنة مجرد. هل التوقعات اللي كانت موجودة؟ لا، الله سبحانه وتعالى ما يعطي المؤمنين شيء. الله عز وجل يرتب الأمور كما هو يريد يبتلي المؤمنين. أيضاً السيدة زينب عليه السلام جاءت في موقع كيف تقلب هذه الحرب التي انتصر فيها يزيد وثبت أنه مجرم. المجرم شنو يقول الله سبحانه وتعالى؟ إنا من المجرمين منتقمون. لكن في فقرة، في فاصل، في فاصل إعلاني يحتاج الناس يعرفون هذا المجرم شنو ارتكب جريمته. من يقوم بهذا الدور؟ هنا جاءت السيدة زينب عليه السلام، كما جاءت أيضا السيدة الزهراء في فاصل إعلاني بخطبتيها. السيدة الزهراء أيضا ما عندنا إلا خطبتين ألقتهم، بس خطبتين يعني على قولتنا شرشحت فيهم الأول والتالي، وأصبحتا هاتان الخطبتان معيار إلى أن تكشف كل الأشياء اللي كانت موجودة في ذاك الزمن وتنبئ بالحال إلى آخر عمر الأمة الإسلامية وعمر الدهر كله. السيدة زينب أيضا جاءت في هذا الموقع، جاءت إلى شيء السلطان شعر بأنه انتصر، سيطرت على الواقع، الأمور كلها صارت تحت سيطرة إيدي، الدولة مستدب فيها الأمن، الخوارج قضي عليهم، الصورة اكتملت، صورة النصر. فجاء وقت شنو؟ أن يفرح هذا الطاغية بنصره. وإذا تجي السيدة زينب عليه السلام وتكون مهمتها أن تفركش هذه الصورة كلها، بتدخل في حرب نفسية بالمصطلح الحديث والدقيق للحرب النفسية، أنك كيف تنتصر على إنسان هو في أوج قوته وأنت في أوج ضعفك. هنا الانتصار. أنا ما أملك إلا لساني وبياني وإني إلى صف الحق وإلى جانب الحق، وهو يمتلك كل شيء، كل وسائل الإعلام هو يمتلكها، يمتلك بأنه منتصر، جيشي أو أتباعي أو أعواني كلهم مقتلين، بعد ماكو شيء يعني انه باقي لي انا، ما عندي غير شنو؟ حجتي ولساني. في حال يعني ذاك المنتصر اللي عنده كل وسائل الاعلام كله، شو يسوي هذا يعني؟ بيتكلم كلام، وش بغير المعادله؟ وش بغير المعادله؟ هنا السيده زينب عليه السلام قامت بدورين اساسيين في الحرب النفسيه. الدور الاول، إذا أردت أن تهزم عدوك وتبطل كيده وتفشل مشروعه، احتقره واستصغر شأنه. ها؟ استصغر شأنه. يقول لك أنا أحيي وأميت. طيب تحيي وتموت، كيف تحيي وتموت؟ قال إيه هذا فلان حاكم على بالإعدام، هذا أميته. وإذا حكم على بالإعدام أصدق قرار عف أحيانا، خش مغاربة. زين؟ إبراهيم عليه السلام قال ليش ما؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، طلع شطارك وجيبه من المغرب. فبهت الذي كفر. زينب عليه السلام جت إلى هذا الطاغية وهو منتصر بنشوته وفرحان، وريد يخليها في موقف سلام الله عليها. في موقف لو تعتعت فيه زينب عليه السلام بكلمة، كلمة واحدة ظلت ترادلها ما تعرف كيف تنطقها، لكان يزيد قال لي صدنا هذه المرأة القوية، الجبل أكي ضعفت، راح يفشل كل مشروع الحسين عليه السلام. ولكن ألقت خطبة من أروع الخطب، خطبة الإنسان الثابت، تلك القوة وتلك الرصانة في التحدي، وإظهار بأنه من هو الذي أنت تتصرف. أول شيء بنبين إليك
بأن الحقير. وهذا الشيء اللي سويته وهذا عيب مو افتخار. هجمت على ابن بنت رسول الله، هجمت على انسان خرج يريد طلب الاصلاح، بعد ذلك سبيت نساء قتلت اطفاله، هذه مفخره. شوف لي اي كليه عسكريه خلت انتصارات في تاريخها، القاده العسكريين اللي ينجزون معارك عسكريه دائما يخلدون. اليوم عندنا معاهد وجامعات باسم مثلا جورج باتون، الشخص اللي دار وكان سبب في انتصار جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وسوى عملية انتفاخ في مقدار 180 درجة في منطقة النورماندي في فرنسا، يخلونه واي رئيس امريكي يجي، هذه حركة الانتفاخ، هذه كانت سبب تغيير معادلة الحرب وانتصار الحلفاء على المحور وكل وضعية العالم السياسية والسياسة من ذاك الوقت من بعد الحرب العالمية الثانية. هذا الرجل في معاهد في جامعات باسم جورج باتون. ليش؟ لأنه قائد عسكري، وقائد عسكري عنده أخلاقيات حتى في الحرب. القائد العسكري مو فقط اللي ينتصر في إطلاق الرصاصة أو الدبابة، لا، القائد العسكري يمكن أن ينتصر في إطلاق الدبابة أو الرصاصة أو قتل الطرف الآخر، بس يمكن ينهزم ويسقط أخلاقياً لما يقتل أسير. لاحظ القادة الكبار ما يسوون الأخطاء هذه. القادة الكبار اللي هو قائد عسكري يسمونه يعني قائد عسكري، ما يضرب امرأة مثلاً، امرأة قالت له كلمة مو زينة، ما يشيل إيده يضربها، وبإمكانه يضربها، ما يرد عليها حتى. أخلاقياً حتى في الغرب موجود هذا الشيء، مو في الإسلام والجاهلية، لا. ولذلك اللعين ما يرد على زينب عليه السلام، قالوا له مو من شيء من العرب هذا الشيء، المرأة لا تأخذ بمنطقها، يعني عيب عليك مهما كان، هي امرأة موتورة، عيب انك انت رجل تدعي انك منتصر وكو قاعد على كرسي العرش تستفزك امرأة، هذا دلالة عنك مهزوم، دلالة عنك مهزوم. ولذلك اللي ينتصر انتصار باطل ما يكون منتقم. الشخص اللي تشوفه يقول لك انا انتصرت، انا وقت الثوره، انا الامور مسيطر عليها، طيب يا اخي ليش خايف؟ ليش خايف انت؟ هاي دلاله عنك ما انتصرت. فالعقل لما يشوف منك هذا الموقف اللي اظهرته السيدة زينب عليه السلام في مجلس يزيد، موقفين عندنا أساسيين، موقفها في مجلس يزيد والموقف الآخر في مجلس ابن زياد. الخطة ألف أو التقنية ألف، وهي تقنية هزم العدو بالحرب النفسية، استخدمتها في مجلس يزيد، فلما قالت إليه كلمته ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكبر توبيخك. ثم بشرتك وقالت لها من يقول به في معركتك انت بتحصل عليها اي نتيجه؟ بالعكس، هذه بدايه لان يتميز الخط الواضح. فقال فكك كيدك واسع سعيك وناصر جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا ولا تحفظ عنك عارها وشنارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدل وجمعك إلا بدل، يوم ينادي المنان ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة. وتحددت الحدود وتفصلت من ألف وش سنة إلى يومك هذا، إن بني هاشم هم أهل الفضائل والمكارم، وأن بني فلان هم أهل الخسة والذلة. صهرة، هذا اللي سوته معركة كربلاء وأبطلت زينب كل الحرب وكل الانتصار وكل جو الفرح والانتصار اللي شعر به الحكم الأموي والسلطة الأموية. طيب، هذا الموقف في
في مجلس يزيد. الموقف الثاني اللي يستخدمه الإنسان الذي يدعي الطرف المقابل أنه قد انتصر على الإنسان المؤمن، موقف أكبر وأعلى وأرقى. مو بس ما تشوف بأن الله سبحانه وتعالى يعني أنه ما الله ما سوى مشروع في الجنة ابتلانا فنصبوا على ابتلائه، هذا مرتبة الصبر. لا لا، زينب عليه السلام فقط إلى شيء أكثر، شيء أكثر. الصبر فيه فوق شيء أكبر، وهو شنو؟ وهو شنو؟ باب الصبر شنو؟ الشكر. الحمد لله على حسن بلائه، مو نصبر على بلائه. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يدخل عليه يوم من الأيام رجل من أهل البصرة، فيقول له الإمام: كيف بكم إذا نزل بكم البلاء؟ كيف؟ وش سووا إذا نزل بكم بلاء؟ قال: نصبر يا ابن رسول الله، نصبر. شوف الإمام ايش قال له، عبارة الرواية تخلي الإنسان يعني ينتفض. الإمام يقول: لذلك ما تفعله الكلاب. صدق انتم يعني في يوم من الأيام في حياتكم في غير أفلام الكارتون شفتم في كلاب طالعة مظاهرة معترضة على شيء؟ أو في أداء وحمل؟ حيوانات أصبح اللي يعترض منهم الإنسان. فالإمام يقول له: لا تفتخر لي بأنك تصبر إذا نزل بكل بلاء، ذلك ما تفعله الكلاب. قال: لا، ايش يسوي ابن رسول الله؟ قال: تشكرون. ليش؟ لأن الابتلاء علامة محبة من الله سبحانه وتعالى، علامة اصطفاء، علامة اختيار. ولذلك بعض الأولياء إذا كان البلاء ينزل بهم، أنا شاهدت وعشت يا بعض الأولياء في عز ألمه ومرضه هو على الولد يموت ضحك. من وين لك الضحك هذا؟ قال: هل علامة أن أنا محبوب من الله عز وجل؟ والإنسان لما يقع مورد محبة الله بعد ذلك شيء أكثر من هذا؟ هذا الموقف اللي بلورته السيدة زينب، والتقنية الثانية اللي أفشلت من خلالها الحرب النفسية للسلطة الأموية. ولذلك يقولون التقنية الأخرى إذا أردت أن تفشل مشروع الآخر في الانتصار عليه وشعور الزهد والافتخار بالانتصار عليه، إذا أردت أن تصيبه في مقتل وتقضي عليه فابتسم وامشي مرفوع الرأس. وليش تنزل راسك؟ أنت ما فعلت إلا الصح. أنت عليك أن تفتخر كإنسان طالبت حقوقك ودافعت، ويكفيك فخر أنك تكون في خط الأنبياء والأولياء والأئمة والصالحين. وانت تدعو واحشرني في الصالحين والحقني بالصالحين، مو جديد هذا الحق بالصالحين. هذا بدايات انت بعد بهذا الطريق بهذا الابتلاء، طريق الصالحين هو طريق شنو؟ طريق الابتلاء، فهو الى طريق محبه الله سبحانه وتعالى. هنا السيده زينب عليه السلام بلورت هذا الموقف في مواجهه هذه الصدمه الكبيره اللي ما في اكبر منها. لا يصور الإنسان بأن يمكن أن يجي في الحياة صدمة مما أكثر مما صدمت به زينب عليه السلام. أنت والدنيا وكلها وكل من فيها ما نساوي قطرة من دم أبي عبد الله عليه السلام، أصبع من أصابع أبي عبد الله الحسين، ومع ذلك يحاول ابن زياد أن يركز الصدمة والفشل والخسارة في موقف الحسين وأهل بيته. فيسأل زينب: كيف رأيت صنع الله بك وبأهل بيتك؟ سؤال كلش بسيط، يعني في يمكن أي شخص منا، ما أقول حتى أي امرأة منا، في موقف استهزاء، وتعرضوا كثير من الناس لهذه المواقف، انه يسكت وتاخذ الحسره وقول اسكت، لا انا خفت لا اخاف لا اتكلم، سيستهزئ بي اكثر وعقيدتي، وقد اتعرض الى شيء اكثر.
الشيخ زينب عليه السلام أبدا جاب الجواب دلالة على هذا الجواب نادر، إن بعد 1400 سنة وشيء رفعت امرأة في البحرين، ها؟ امرأة أم شهيد رفعت في البحرين يدها وأصبعها وقالت ما رأيت إلا جميلة، دلالة على أن تقنية زينب عليه السلام في مواجهة الحرب النفسية وإفشال مشروع يزيد بدها. صح ولا لا؟ هذا تاريخ يعيد نفسه. فزينب عليه السلام وقفت بكل ثبات فأجابت قائلة ما رأيت إلا جميلة. كل هال يعني هذا هم الآن هم إحنا علينا أن نتفكر فيه أيها الأعزاء أيها المؤمنون، إحنا علينا أن نتفكر. أنت لما تعيش لحظات مع الله سبحانه وتعالى في دعاء البهاء وتقول اللهم إني أسألك من جمالك بشنو؟ بأجمله. بعدين فخرش بعدين وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. وش يقصد هذا الإمام من هالتعبير هذا؟ والتعبير هذا كله طبعا وارد في دعاء البهاء كله، الله يبلغنا وياك بشهر رمضان. هالتعبير وارد في دعاء البهاء، اللهم إني أسألك من نورك بأنوارك وكل نورك نير، اللهم إني أسألك من نورك كله، اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بعيد، اللهم إني أسألك ببهائك كله. تعرف هذه العبارات الثلاث هي مراحل تطور وعيك انت. يعني في المرحله الاولى تشوف في قبيح وفي جميل، في المرحله الثانيه بانه في قبيح وجميل، لا ولذلك استغفر الله ربي واتوب اليه. حتى البلاء جميل، ولذلك نقول لله سبحانه وتعالى اللهم اني اسالك بجمالك كله. ما في قبيح، ما في قبيح في الوجود. الوجود من خلقه؟ خلقه الجميل وهو الله سبحانه وتعالى، صح؟ فكل ما في الوجود جميل. بما في قتل الحسن؟ نعم بما في قتل الحسن. والشهاده من وين؟ جت من الشخص اللي اراد، اول واحد اراد ان يقتل الامام الحسين ويحتز راسه، قال لقد شغلته. سلام الله عليك وعلى شغل النظر إلى جمال وجهه عن الفكرة في قتله. شغل النظر إلى جمال وجهه عن الفكرة في قتله. يعني وصل الإمام الحسين إلى شيء من الجمال اللي حتى قاتله ما يقدر يخترق. ولذلك احتاج إلى أن يجيبون إليه إنسان ممسوخ. مسخ، مسخ مو انسان. ولا اي انسان عنده ذره انسانيه لابد ان يشغل جمال الحسين عن الفكره في قتله. فالسيد زينب ايضا نفس الشيء، اظهرت هذا الوجه الجميل للثوره الحسينيه اللي تخليك انت لما تعيش الالم تجاه المصائب والكوارث اللي تجيك ما تعيشها كما يعيشها اهل الدنيا. تعيشها كما يعيشها اولياء الله. اولياء الله سبحانه وتعالى يستلذون بالبلاء، يستلذون يستلذون حاله من اللذه تصير عندهم. وما في اكثر من كلام والده امير المؤمنين عليه السلام يقول لربه ويخاطبه في دعاء كوميه ليله بكره تقرا لئن ادخلتني النار شنو راح اصرخ؟ راح اضج. وش قال لي؟ لئن ادخلتني النار علمت اهلها شنو؟ اني احبك. هذا مستوى الحب والجمال الذي اظهرته الثوره الحسينيه وكشفته عبارات زينب عليه السلام. هذا الصوت الاعلامي الذي لولا هذا الموقف الثابت الرزين قبل احنا كنا نوصي نسائنا بان يصيرون زينبيات، بس اليوم ما نوصيهم. اليوم ما نوصيهم. اليوم صرنا احنا نستهم منهم. الرجال صرنا بحاجه الى ان نستهم منهن. فقد
وقد نجحت الثورة الحسينية بكل المقاييس. الغرض الذي أرادته أن الإنسان يستلهم هذه الأمور، إذا استلهم الإنسان هذه الأمور فلا يمكن للعدو أن ينتصر عليه. ولذلك بكل بساطة السيدة زينب أيضا أفشلت بقايا المشروع اليزيدي والسلطوي الأموي لما انخالفت. ما رأيت إلا جميل أقول هؤلاء قوم كتب عليهم أو كتب عليهم القتل فضلت تعريف جميل جدا إلى مضاجعهم. يعني رأيت إلا نوم هنيئا بالفعل. يعني الآن كثير من المؤمنين خايف من الموت، على وجه الموت راحت المؤمن. الموت لقاء الله سبحانه وتعالى، الله أكبر أجمل منا بعد. هذه اللحظة الإنسان المؤمن ينتظرها في كل دقيقة في كل آن، أرجع إلى ربي. ولذلك هذا الخطاب جاء للحسين عليه السلام في آخر سورة الفجر، يا أيتها النفس المطمئنة. شوف أجمل من الخطاب. الله عز وجل ما خاطب كل النفوس، مع أنه خالق النفوس جميعها. الله خالق النفس اللوامة وخالق النفس الأمارة، بس اللي خاطبها اللي قال له تعالي، أي نفس؟ ها؟ النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة. ولذلك هذه السورة، سورة الفجر، تسمى سورة الحسين عليه السلام، من أسمائها سورة الحسين. ليش؟ لأن هذه الآية تخاطب الحسين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وما من مؤمن، تقول الرواية، وما من مؤمن إلا ويخاطب بهذه الآية قبل موته. الله سبحانه وتعالى ما يقبض روحك في رتبة النفس الأمارة ولا في رتبة النفس اللوامة، ما يقبض روحك إلا إذا وصلت إلى هذه الدرجة. أول يوصلك إلى درجة النفس المطمئنة من خلال هذه الابتلاءات، تعيش المصائب، تعيش الكوارث، إلى أن تصل إلى مرحلة صوت على قلبي وسووا ما سبق وأعلنوا الكلام وقتلوا وما يبدو الباطل وما يريد. صعدوا ونزلوا وغيرهم من قبلهم 1500 سنة صعدوا ونزلوا، وإيش طالع عنه؟ انقرض التشيع؟ انقرض؟ حفظ الله الشيخ حسن زاد آملي عنده عبارة جميلة جدا، عبارة رائعة أختم بالكلام. يقول أنا أستدل على أن هذا المذهب صحيح، هذا المذهب، أي مذهب؟ الذي أنتم عليه، اللي تحمدون أبوكم وأمكم، ها؟ جزاهم الله خير أنهما أولادكما على هذا المذهب. يقول هذا المذهب أنا أستدل على أنه المذهب الحق. يقول ليش؟ في أدلة واجد خطوة عمالنا، هو ما جاي يجيب الأدلة اللي معروفة. يقول لا، عندي دليل خاص. يقول إن هذا المذهب، يعني كل المذاهب نعرف إحنا إن كل إنسان ينصر مذهبه وينتقد المذهب الآخر، يعني يعدل بيته وعفس بيوت الآخرين. بس يقول هذا المذهب على قولتنا يخلط فيه أصحابه وأتباعه وأعداءه، ومع ذلك قايم واقف. ها؟ شو الصلابة؟ هي صلابة الحق. صلابة الحق أنه بالثبات هذا. ولذلك أئمتنا عليهم السلام يطالبون من الإنسان المؤمن اطلعوا افتخر أمام العالم. نعم الخيار لأنفسكم اخترتم، الإمام العسكري عليه السلام. نعم الخيار. الإنسان لما يختار هذا الخيار، هذه الرجالات من هؤلاء نسائنا، شوف رجالاتهم، شوف نسائهم، شوف اللي في موقعهم. تبقى تعرف انت تحشر مع من، شوف تمشي مع من.
ما يحتاج تنتظر للآخرة. شوف اليوم تمشي مع من وشوف غدا ستحشر مع من. قل كل يعمل على شاكلته. احمد ربك انت في ماتم، بين ماتم وبين مسجد وبين حسنية وبين مدرسة مدرسة وبين حوزة، ها؟ غيرك لا، غيرك ما يحصل هالأجواء هذه. غيرك إذا ضموا حتى يدعون الله سبحانه وتعالى مكلبشين لهم في دعاء قصير وما عنده غير الدعاء هذه. أنت عندك خزانة من الأدعية، عندك 12 إمام. غيرك لو أرادوا لهم نص إمام ما يحصل. شوف الله سبحانه وتعالى ايش قد أكرمك أن يكون هذا التدين، هذا المذهب، هذا المسار والخط اللي أنت فيه، شكرا عليك أن تفتخر وأن تشكر الله سبحانه وتعالى في كل دقيقة أنه ولدك في هذه المرحلة، في هذا الزمن، في هذه اللحظة، من هذا الأب، من هذه الأم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولايتهم وأن يحشرنا في زمرتهم. اللهم وفقنا لمرضيك وجنبنا معاصيك وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، ونسأل الله أن يعيد علينا مثل هذه الحكايات ونحن في حال أحسن من هذا الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.